بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بير صدقة جاري عن روح المرحوم سليمان أحمد أبو سمرة والوالدة زينب أبو سمرة من فلسطين، سقانا الله وإياهم من أنهار الجنة. نوع البير للتوازي بإشراب طراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم ورحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقيت صوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.